مرحبا، اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا اطيب صحن فتوش. بيلزمني كوب من البقدونس المفروم زائد ربع كوب من البصل المفروم ناعم، مغسولين ومصفيين جيدا. البصل لازم دايما ينغسل هو مفروم حتى تخف حديته. بيلزمني كوب من البندورة المفرومة ناعم، الخضار دايما لازم يكون طازة. نصف كوب من الخيار المفروم، نصف كوب من الفجل المفروم، ونصف كوب من الفليفلة المفرومة من أي لون. عندي هون ثلاث ألوان جميلة، أحمر أخضر أصفر. وحصين من الثوم المفرومين ناعم. في نضيف شوية خس مفروم أو شوية ملفوف مفروم ناعم وورقية أخرى مثل السبانخ. بضيف ربع كوب من عصير الحامض، ربع كوب من عصير الحامض الطبيعي، وربع كوب من زيت الزيتون الصافي. إذن ربع كوب من الحامض الطبيعي أو الخل، فينا نحط خل كتير طيب، وربع كوب من زيت الزيتون الصافي، وبالأخير برش ملح حسب الذوق مع رشة نعناع مجفف. نعناع المجفف أو الجاف كتير طيب بالفتوش. رشة سماق، السماق بيعطي حموضة نكهة كتير طيبة. رشة زعتر، الزعتر كمان بيعطي نكهة رهيبة للفتوش. وبخلط جيدا. بالنهاية كل شيء بيتعلق بالحموضة والملوحة والزيت والأعشاب فينا نعدله ونخففه ونزيده حسب الذوق. هذه كمية قليلة، فيكم انتو تدوبلو المقادير وتترفلوها، بيطلع عندكم وجبة عائلية. فتوش صار جاهز للسكب والتزيين في صحن التقديم. ريحة كتير حلوة، ريحة الزعتر والنعنع والسماق والخيار وكل الخضار كتير حلوة. وألوان جميلة. إذن تزين صحن الفتوش، بدي احط له بالوسط شرحة بندورة بالشكل، بدي احط عليها فجلة مقطعة بهالشكل، بعدين بدي اضيف شرحات خيار مقطعة بشكل مموج هيك حول شرحة البندورة،
الخيار قطعته بسكين خاص برقائق البطاطا مثل هيدا، سكين مموج نقطع فيه رقائق البطاطا. وبالنهاية ما بدي انسى الخبز المحمص. اذا حول الزينة اللي عملتها بدي رش كسرات الخبز المحمص. في ناس بيقلوا الخبز بالزيت وهيدا عادة غير صحية، وحضلكم على بديل ألذ وأفيد. بحط شوية زيت في وعاء مع شوية خل أبيض، وبرش فوقهم شوية ملح بحر مع شوية سماق، شوية بودرة ثوم، شوية نعناع مجفف، بخلطهم وبدهن الخليط بواسطة فرشاية على فلقة من الخبز، وبحمصها بالفرن. بعدين بكسرها قطع صغيرة مثل هيك، طعمها ولا ألذ وصحية أكثر بكثير من الخبز المقلي بالزيت. إذا حط الخبز على الأطراف. الخبز فينا يعني نحطه على جنب والناس بتحط قد ما بدها خبز، أو بس هذا لأنه صحن صغير ما بيحرز إنه أعمل هيك. مثل ما شايفين صحن صحن فتوش كتير فاخر، صار جاهز للأكل. جربوا هالوصفة وصحتين على قلوبكم. بالنهاية بتمنى توزعوا رابط هالشريط للأصدقاء والعائلة، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب. وإذا بدكم تشوفوا أشرطة أخرى إلي في اليوتيوب فتشوا تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة. إلى اللقاء.